السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي بروفة يا جماعة للسير، كان اخوات كتير طلبوا مني اني اعمل بروفة للسير او للشيركولاتيوني، وان شاء الله هعملها لكم بسيطة كده على السريع دلوقتي، بحيث حتى تعرفوا ايه هي الاشارات واهم الحاجات اللي موجودة على الطريق. ادي علامة الاستوب يا جماعة قدامكم اهي، المفروض انك بتقفي في المرسي، يعني في المرسي تقفي خالص كده زي ما انتم شايفين، وتدي البرشيدنسة لاي عربية جاية يمينك وشمالك. ادي في شمالي جاية عربيات، فلازم طبعا ان انا استناها وابص في المرايه اليمين واعمل اشاره يمين، طبعا هعمل اكثر يمين وبعدي بعد كده في الوقت ده اهو. ادي مطب على بعد 30، في ليه متماسك، ودي الشتاء ان هي لازم امشي اقصى حاجه 30، والمطب طبعا بتجيب الثاني، وفوق اترافيرسامينتو السيجنالي دي انديكاسيوني، اترافيرسامينتو بدوناري زي ما انتم شايفين كده. الانديكاسيوني موجود فين؟ عند المعبر نفسه، عند الخطوط بتاعه المشاه، كورسبندنسا موجوده عندها نفسها. طيب ادي علامة الاوبلجو اجبار على الاوتيكاري اللي هي فوق 3.5 طن، ان هي لا هتمشي دريتو لا هتعمل سبولتاري سينسترا. وادي الاشارة زي ما انتم شايفينها خضراء، يبقى الواحد يعدي على طول. ادي اترافيرسامينتو جدولاني، المفروض انك بتهدي عنده وتبقى مستعدة ان في اي بدوني لو واقف بتديله البرشيدنس وبعد كده تشدي، يعني ما تاخديش ابدا قريب من الاترافيرسامينتو على السريع. ادي مطب برضك السنيال بتاع الدوسو، والليميت مثلا اقصى سرعه 30، المفروض انك بتهدي برضك السرعه فيه وما تاخدهوش على سرعه عاليه. هنا في عربيه واقفه، فانا هعمل لها سبولتاري. هعمل ايه؟ الخطوط متقطعه فوقكم اهي، فهعمل اشاره شمال واعديها واعمل لها سبولتاري، وارجع اعمل اشاره يمين ادخل في الكرسيه بتاعتي تاني. ادي علامه دري البرشيدنس على 150 متر اللي هي الروتونده، وادي علامه الروتونده اهي على بعد 100 متر يا جماعه، انا داخله على الروتونده. وادي السينيال دي انديكاسيوني عند المعبر بتاع المشاه نفسه قدامكم على الارض اهو، بتجي بتاخد الروتونده على الثاني. وادي علامه دري البرشيدنسا مع الروتونده، يعني هدي البرشيدنسا اللي جوه الروتونده، مفيش حد جوه الروتونده، همشي دريتو. لما يجي يقول لي دريتو يعني تمشي على طول كده كده دريتو يا جماعه، يعني سبتي اول وشيته ومشيت على طول دريتو، يعني لا كسرتي يمين ولا شمال في الروتونده، خدتها على طول دريتو زي ما انتم شايفين كده. برضك السنيال بتاع المطب او الدصه على بعد جاي بعد مسافه قصيره، بتقفي فيه وبتهدي السرعه وبتجيبي الثاني، ده المفروض. وادي علامه الديفيتد سورباستور اللي احنا خدناها اهي، ممنوع تتجاوز ايه العربيه اللي هي اكتر من دور اوضه وبموتور، ممنوع تعملي لها السورباستور. وادي السريتوي، علامه الاستروتوي ان الطريق بدا يضيق، متنظم بايه الاستروتوي؟ باشاره، بعلامه. الاشاره بقت صفراء ايه زي ما انتم شايفين، ففي الحاله دي المفروض ان انا هقف، لان الاستروتوي ده متنظم بتقاطع إيه، عفوا بطريق، بصوا الطريق قدامكم، انا هقف عند خط الاسترتش اهو مش هزود عنه. الاستروتوي ده زي ما انتم شايفين العربيه كده، هو كرسيه واحده بتسمح لا بذهاب العربيات لا برجوعها الناحيه دي، فانت بتعملي ايه؟ بتستني تتبع الاشاره اللي هي موجوده. انا هعمل سفولتاري ديسترا، ببص في المرايه اليمين وبعمل اشاره وبكهز لما الاشاره ان شاء الله تفتح اخضر، بعد كده الواحد بينعطف. ده يا جماعه استروتوي ممر ضيق متنظم باشاره، بصوا ادي السنيال بتاع دار البرشيدنسا موجود اهو، لكن انا المفروض هدي البرشيدنسا العربيات اللي جايه يميني وشمالي، لا ادام موجود اشاره سيمافرو بتبع الاشاره. الاشاره دلوقتي بتقول لي حمراء يبقى لازم اقف، ادام رصه تبقى حمراء يبقى لازم اوبلجو بقف وداري لبرشيدنسا، بعطي الاولويه طبعا للي جايين في الطرق الثانيه. لما الاشاره بتقلب اخضر في الحاله دي انا بيجي لي انا بقى الاسبقيه وبعدي. ادي يا جماعه الاشاره قلبت اخضر اهي قدامكم، فبعد كده طبعا هعدي واعمل اشاره شمال ان انا رايحه شمال سينسترا. ودي العربيه هي واقفه لي لان الاشاره عندها حمراء في السنسو بوست، ده السينيال بتاع انيتسيو دي الدوبي سنسو بدايه الاتجاهين الاثنين. وادي السينيال بتاع المطب الدوسو قدامكم، المفروض
انك بتهدي السرعه وتمشي بالراحه فوق المطب. وادي السينيال الثاني بتاع عندك الديريتو دي بريشيدنس موجود في كل حته اهو، وفي تقاطع على الدسترا على اليمين بعد ما بتاخدي المطب كده، ادي التقاطع ده البرافيزو بتاع دار البرشيدنس بعد 150 متر عند الروتندا، ادي التقاطع اللي هو موجود انت ماشي على الطريق اللي عندك الدريت، وادي التقاطع اللي هو ناحيه اليمين زي ما هو قدامكم كده، وادي السينيال بتاع الروتندا بينظم لك الروتندا فين وبتعبري انهي ناحيه والمناطق اللي انت عايزه تروحيها يعني. طبعا داخله على الروتندا بتهدي وبتجيبي التاني. ناس كتير بتتلخبط في المخارج بتاع الروتندا، الروتندا مفيش حد شمال، طبعا بزود دي اسمها لابريما او شيتا او ديسترا، اول كسره يمين وانت طالعه بتقومي جايه عامله اشاره وطالعه منها، اشاره يمين تبصي في المرايه وطالعه منها، انت ماشيه بردك على الطريق عندك الدوريتو دي بريشيدنس على التقاطعات اللي يمينك وشمالك، الطريق ده بتاعك مش هتقفي لحد زي ما احنا خدنا ودرسنا، يبقى يجي يقول لك بريما او شيتا تعدي اول مخرج، سكوندا او شيتا تاني مخرج، ترسا او شيتا تالت مخرج، تمام؟ وادي البرافيزو بتاع روتاتوريا بعد 150 متر قدامكم زي ما انتم شايفين كده، ادي داخلين على الروتوندا والسينيال دار البرشيدنس، كل الروتوندات فيها دار البرشيدنس، وبصي على العربيه اللي في الروتوندا مش هتعدي او ما انا مزوده ومنمله لان مش اجبار بتقفي مع دار البرشيدنس صح؟ اهي يجي يقول لي بريما وشيتا، دي سكوندا وشيتا زي ما انتم شايفين كده اهي، هنا ترسا وشيتا، يجي يقول لك سينسترا بتلف الروتوندا كلها وتعملي الاشاره يمين قبل ما تطلعي، ده اللي اسمها سينسترا يا جماعه، يعني ما جنب ما انت المطلع اللي هو جنب ما انت داخله بالظبط دي اسمها السينسترا، لما يجي في العمل يقول لك سينسترا بتلف الروتوندا كلها وتطلعي في اخر مخرج اللي هو ناحيه الشمال، لا اما قال لك بريما وشيتا سكوندا وشيتا ترسا وشيتا بتعدي المخارج اللي هي موجوده، قال لك دريتو بتشوف الطريق اللي هو دريتو قدامك بتاخد الروتوندا وتمشي دريتو، يعني ما بتكسريش يمين، ادي السينيال بتاع دار البرشيدنسا وادي الروتاتوريا على بعد 100 متر لاننا داخلين عليها اهي، وادي السينيال انديكاتسيوني فوق الكورس بندنسا فوق المعبر بتاع البدور، وادي دار البرشيدنسا مع الروتوندا اهي ديسترا، عشان دايما بتقولوا لي الروتوندا ما بيبقاش فيها دار البرشيدنسا، ادي بريما وشيتا زي ما انتم شايفين مش هطلع منها، ادي سكوندا وشيتا هسيب المخرج الثاني، وادي العلامه بتاع الباساج، وادي ترسا وشيتا ثالث مخرج مش هطلع، واخر وشيتا ده سينسترا اهي، وانا بطلع هعمل اشاره يمين واطلع منه، يبقى لما يقول لك سينسترا يبقى اخر ملف يا جماعه في الروتوندا بتاخديه وبتمشي منه، قال لك بقى الدوا وشيتا ترسا وشيتا او بريما وشيتا بتعدي المخارج اللي على يمينك وتطلعي منه، يمين بتكسري يمين شمال بتكسري شمال حسب ما بيقول لك ديسترا او سينسترا زي ما انتم شايفين كده، بتهدي السرعه عندك داري البرشيدنسا طبعا بتدي الاولويه للعربيات اللي هي دينترو جوه الروتاتوريا اهي، وادي معبر المشاة كمان مفيش حد في الروتوندا خالص اهي الحمد لله يعني الطريق فاضي، بتاخدي الروتوندا ده بريما وشيتا ده سكوندا وشيتا تمام، وادي السينيال بتاع الاستاك ده ترسا وشيتا هدخل فيه اهو شايفين، بتعملي اشاره وبتدخلي فيه، طيب هتكسري في الشارع اللي جاي شمال اسفولتا ديسترا فولون كروتشا بتعملي اشاره تبصي في المرايه الشمال الاول وتعملي الاشاره وتدخلي زي ما انتم شايفين كده، بتمشي بالراحه وتبقى التنت، ادي السينيال بتاع دار البرشيدنس على الارض اهي المثلثات، وبصي يمينك وشمالك وتهدي مفيش حد بتزودي زي ما انتم شايفين كده، من ضمن كمان يا جماعه الحاجات اللي اخوات كتير جدا بيتلخبطوا فيها السينيال بتاع دي علامه الديفيت دي سوستا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كده، ده ممنوع كل العربيات ان هي تعمل سوستا ما عدا بباركيجو للانفاليدي او اللي هم ديفرسامينتي ابلي اللي هم المعاقين طبعا لان هم لهم ظروف خاصه، السينيال ده اخوات كتير جدا بيتلخبطوا فيه، وادي الاسترتشات بتاعتهم على الارض اهي وموجوده علامه الكرسي الازرق بتاعهم موجود على الارض اهوت، يعني ممنوع ان الباركيدج ده مخصص فقط للمعاقين الاثنين اللي هم الاثنين باركيدج دول زي ما انتم شايفين، طيب حاجات كتير اخوات بردك قالوا لي ان انا من الحاجات اللي بتتسال في اليوم الامتحان العملي
انا منزله الفيديو يا اخوات بتاع الكبوت بتاع العربيه بالفاسكت بتاع الزيت بتاع الموتور، سائل التبريد، الزيت اللي بيشحم الموتور، الفاسكت بتاع الكريستال اللي هي الميه اللي بتحطيها للمساحات، كل الحاجات دي انا عاملاها لكم في فيديو، وعامله فيديو تاني للسبيع اللي هي الزراير والمؤشرات اللي بيكون في الطابلو بتاع العربيه ومعناها ايه، ومعاها اللوتشه كمان الاضاءه او الاضواء بتاعه العربيه، انا مفسرها كلها وقايلها لكم كلها. من الحاجات التانية اللي ممكن يسألك عليها يوم الامتحان العملي، بيسألك على، يجي يقول لك ايه هو الجبوتي بتاع العربية، الجاكيت اللي هو ريفلتينتي الطف زبليتا اللي بيكون عكس للإطالة، هو بيكون لونه أرانش أو فيردي، ده بيتحط فين؟ بوستو. بتقولي ليه البوستو؟ بيكون محطوط مكانه ديترو السيديو ديلا الكونديتشنتي، يعني في ظهر الكرسي بتاع السواق. ليه؟ عشان اندوساري بريما ديل ديس الشندر ديلا الفيكول، يعني بتلبسي الجاكيت ده قبل ما تنزلي من العربيه تروحي تحطي مثلث الخطو، ده المكان بتاعه. تاني حاجة ممكن تسألك على ايه، بتقولك العربية فيها كوانتي فريتشا، كام فريتشا في العربية؟ ساي فريتشا، 6 إشارات يا جماعة في العربية، 2 قدام و2 ورا، وكمان في 2 على الجنب، لا اما بيكونوا في المرايات اللي على الجنب يمين وشمال، لا اما بيكونوا في الباب بتاع العربية اليمين والشمال. طيب بتسألك على ايه كمان، بتقولك لابوتنسا بريما انو اللي هي اللي متدل الفيكولي، البوتنسا بتاعت العربية أول سنة بتكون كام؟ طوله ماسيما تشينكو أنتا تشينكو، زي ما أنا قلت لكم كده 55. من الحاجات كمان اللي بتسألك عليها في العملي، بتقولك إيه هو الكنترولو اللي بتعمليه على البنوماتيتشي، إيه المفروض الكنترول اللي بيتعمل على العجل؟ بتقولي إن هي مفروض البريسيوني بتاع الجونفياجي ضغط العجل، بيقول كومي ديتشي الكوستريتريتشي، زي ما قال المصنع بالظبط، زي ما قال المصنع. كل طبعا عربية ولها مقاسات مزورة معينة بتبقى مكتوبة اسكريتو سولا الليبريتو ديلا الفيكولي، مكتوبة في الليبريتو بتاع العربية النمرو والمقاس بتاعها والجونفياج الضغط بتاع العجل بتاعها المزوره بتاعه. وكمان بتقولي بتعملي كنترول ان السربسوري ديلا البط استرادا سمك سطح الاطار بتاع العربيه لازم على الاقل بيكون المينو فير اونو فيرجولا سي، يعني 1.6 ملم، ما بيقلش عن كده، اقل من كده يبقى اسمه مستهلك ومش مفروض ان انت تمشي بالعربيه. وبتاع الموتوتشيكلي 1 صحيح اونو، بس يعني ده وما يكونش العجل مستهلك او في يعني يبقى شكله مشوه او ايا كان، الحاجات دي المفروض ما تكونش في العجل ابدا. بس هو ده يا جماعه كل الحاجات اللي بتسالك عليها، انا قلت لكم يعني اغلب الحاجات اللي بتسالك عليها في العملي، وبالتوفيق ان شاء الله.